سوق أربعة عياشة التابع للجماعة القروية عياشة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تجتمع التقاليد والأعراف والطقوس الجبلية عبر ملتقى تجاري اقتصادي أسبوعي تعكس من خلاله المؤهلات الفلاحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة، فضلا عن قطاع تربية الماشية. فيعتبر سوق أربعاء عياشة من الأسواق الأساسية في بيع المواشي، حيث يقصدها المواطنون من جميع المداشر المجاورة. هذا السوق هذا قريب لنا، وخا حنا بني قرفيط هذا السوق هذا قريب من الدوار ديالنا، وهذا السوق هذا كيجي له الناس الفلاحين، اصحاب الماشيه، اصحاب الكسيبه، واصحاب الخضره، اللي عنده شي حاجه كيجي يبيع على السوق هذا. السوق هذا قريب لنا، والحمد لله كنطلبوا الرواه من عند الله تعالى وتبارك باش الامور تكون مروجه. حنا عندنا هذا السوق هذا عندنا في حواح الموسم، دابا حنا كنتناو هذا السوق هذا سيمانه كنستناو باش كيجي هذا السوق باش كنجيو نفوجوا فيه، وكيجيو الدراري الصغارين كيتسوقوا، ها اللي كيحسن راسو، ها اللي كي المهم اللي كيجي يتغدى في السوق يكون عنده واحد النشاط، اللي كيجي يتسوق كيمشي مطالب شي العاب شي حاجه للاطفال صغارين، واللي كيمشي يتغدى مثلا، واللي كيمشي المحطه كيشري ديك اللبن، كيشري الزبده، كيشري الربيع، كيشري باوين، كيشري الجلبانه. بالنسبه ديال الدواور كيجيو الناس كيتسوقوا كيتقداو، ولكن خص شويه ديال الشتاء ضروري، الناس واقفه على الشتاء، خصها شتيوا، خص كذا. السوق زين الحمد لله، اللهم لك الحمد. من السوق السوق كل اسبوع كنجيو له كنترزقوا فيه الله وكنمشيو بحالنا. كل شيء متوفر هنا في سوق أربعاء عياشة، حتى أماكن تقديم الوجبات الشعبية التي تعتبر من أهم المؤثرات التي لا يمكن للمتسوق أن يتنازل على زيارتها يوم السوق. الناس كدوز سيمانة خويا باش كتجي الأربعاء عياشة تاكل، اللي عنده ياكل، اللي ما عندوش ياكل، مرحبا بكم في الأربعاء عياشة. وكاين المليح، ما يمكنش شي واحد اللي يجي عندنا السوق الأربعاء عياشة وما ياكلش الكفتة، عندنا أجواء زوينة وعندنا المليح. سوق كبير بحمولة تاريخية تسهر على تجويد خدماته مصالح جماعة عياشة، لا سيما من خلال شراكات مع جهة طنجة تطوان الحسيمة وباقي المتدخلين، من أجل إتمام فضاء خاص بالذبح، وهو عبارة عن مجزرة تحترم الشروط والمعايير الصحية وتقدم خدمات لمجموع الجماعات المجاورة.